اهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي كروشيه من لتعليم فن الكروشيه من الصفر. اليوم رح نتعلم مع بعض كيف رح نعمل هاي الورده اللي كتير حلوه بهاي القطعه تبعتها. الادوات اللي رح استخدمها، رح استخدم مقص مع سناره مقاس 3 ملم مع مغطى او بوكله. هتلزمني الابره والخيط اللي هستخدمه، هستخدم اللون الزاهر، فيكم تستخدموا اي لون انتم حابين تستخدموه. هلا اول ما راح نبلش من قلب المغطى بهذا الشكل. راح اعمل عقدة البداية بهذا الشكل، بحزق على العقدة تبعتي كويس. بعدين راح امسك المغطى البوكلة، بعدين راح امسك البوكلة وافوت للداخل، اسحب الخيط وارتفع من اللفتين اللي على السنارة علشان اعمل غرز حشو. كمان مرة بفوت داخل الدائرة، باخد الخيط معي هذا للاسفل عشان انضفه اول باول، بسحب الخيط برتفع وبطلع من اللفتين مع بعض، بفوت بسحب الخيط وبطلع من اللفتين مع بعض، بعمل غرز حشو. راح اعمل غرز حشو على كل البكلة تبعتي بهذا الشكل لحد ما البكلة تختفي واللي يكون معايا مبين هو اللون الزهر. راح اكمل بسحب الخيط وبعمل غرز حشو لحد ما اوصل للطرف الثاني. هلا وهي النتيجة بعد ما لفينا غرز حشو على البكلة تبعتنا بهذا الشكل. هلا راح اقفل باول غرزة اشتغلتها بهذا المكان بغرزة منزلقة بهذا الشكل. بعدين هلا راح نرتفع غرز عادي سلاسل فوق بعضها بهذا الشكل. هلا وبهيك ارتفعنا 30 سلسله زي ما احنا شايفين. هلا نيجي لنهايه الخيط تبعنا، راح الف الخيط على السناره وراح ارجعها لسلسله سلسلتين ثلاث سلاسل وافوت بالسلسله الرابعه عشان اعمل اول عمود فيها. اذا الثلاث سلاسل بالاول كانوا بمثابة ارتفاع العمود. هلا وحكمل راح اعمل بنفس المكان بنفس الغرزة كمان 2 عمود علشان يصيروا 3، العمود رقم 2 والعمود رقم 3. هلا بعد هيك الشغل سهل جدا، كل غرزة موجودة عندي راح اشتغل عليها 3 اعمدة. هاي الغرزة اللي عليها الدور، بفوت بسحب الخيط بطلع من لفتين بعدين بطلع من تلفتين، هاي واحد في نفس المكان، اثنين في نفس المكان، ثلاثة. هلا راح اكمل حلف الخيط على السنارة وانتقل للغرزة اللي عليها الدور بهذا المكان، بفوت بالغرزة بسحب الخيط هطلع من لفتين بعدين اطلع من تاني لفتين، حلف الخيط على السنارة في نفس المكان، حفوت اسحب الخيط بطلع من لفتين بعدين بطلع من تاني لفتين، بلف الخيط على السنارة في نفس المكان، بفوت بسحب الخيط بطلع من لفتين بعدين بطلع من تاني لفتين. اذا بلف الخيط على السنارة وكل غرزة موجودة عندي راح اشتغل 3 اعمدة بنفس المكان. راح اكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر غرزتين. اخر غرزتين موجودين عندي مش راح اشتغل عليهم، حنرجع نشتغلهم مع بعض، يعني راح استمر بالشغل بنفس الآلية لحد ما اوصل لاخر غرزتين. يعني عندي غرزة تنتين من النهاية مش راح اشتغل عليهم، راح نرجع نشتغلهم مع بعض. هلا قربت اوصل لنهاية السطر، في نهاية السطر متبقي معايا 2 سلسلة، راح افوت في السلسلة اللي قبل الاخيرة بهذا المكان عشان اشتغل غرزة حشو، والغرزة الأخيرة راح أشتغل فيها غرزة منزلقة بهذا الشكل. وهلأ راح أنتقل للغرزة الثانية المجاورة وأشتغل فيها غرزة منزلقة بهاي الطريقة. بعدين هلأ راح نرتفع سلاسل مرة تانية 30 سلسلة، 1 2 3 4 5 وأكمل لحد ما أحصل على 30 سلسلة. هلا فينا نطول ونقصر زي ما بدنا، رح نمسك الطرف بهي المنطقة ونلفه بهذا الشكل. طبعا فينا نشتغل الطول اللي بدنا اياه، بنزود عدد السلاسل حتى نحصل على الطول اللي بدنا اياه. انا اشتغلتها بالعديد من المقاسات، المقاس هذا قلت هشتغله صغير لاني رح ازود فيه وحدة من الوحدات هذه.
كمان فينا نشتغل عدد الوحدات اللي بدنا اياه. هلا رح اكمل، رح اشتغل على السلاسل لحد ما اوصل 30 سلسله. وهلا وصلت ل 30 سلسله، هلا بلف الخيط على السناره وبرجع اكرر نفس العمليه اللي اشتغلتها بالوحده هذه. رح اسيب 3 سلسل، 1 2 3، واشتغل على السلسله رقم 4 3 اعمده في نفس المكان. هي عند العمود رقم 1 بنفس المكان، العمود رقم 2 بنفس المكان، العمود رقم 3. وراح اكمل على السلسله المجاوره لها، هسحب الخيط وراح اشتغل 3 اعمده بنفس المكان، 1 2، والعمود رقم 3 بنفس المكان. هلا راح استمر بنفس الطريقه، كل سلسله بتقابلني راح اشتغل فيها 3 اعمده لحد ما اوصل لنهايه السطر. في نهايه السطر راح نكرر نفس العمليه، راح نشتغل غرزه حشو في الغرزه اللي قبل الاخيره ومنزلقه في الغرزه الاخيره، وراح ارجع اكرر لحد ما احصل على 3 وحدات بنفس الشكل هذا اللي احنا شايفينه. رح اخلص المراحل هذه ونرجع نشوف الخطوة اللي بعدها كيف رح نشتغلها. هلأ قربت اوصل لنهاية السطر، معي في نهاية السطر غرزتين، رح افوت بالقبل الاخيرة واشتغل غرزة حشو، هطلع من لفتين مع بعض، ورح افوت بالاخيرة واشتغل منزلقة وهطلع من قلب اللفة من الداخل، عفوا بعدين. هلأ الغرزة اللي عليها الدور بفوت بعمل فيها منزلقة وبطلع من قلب السلسلة بقص الخيط. هلأ لو حابة أكمل وأشتغل سلاسل، برتفع سلاسل على غرزة المنزلقة هذه وبرجع بكرر نفس الوحدات اللي اشتغلتها، وبنمسك القطعة تبعتنا زي ما اشتغلناها في القطعتين اللي قبل وبنلفها بهذا الشكل. هلا الحلو في البوكله هذه انه ممكن نستخدم الوان مختلفه تكون بقايا خيوط متبقيه معانا من شغل سابق بهذا الشكل. هلا هي القطعه كنت مشتغلاها برضو قبل هيك، كانت معايا بقايا خيوط اللون البني والزيتي والبيج، اشتغلتهم بورده بهي الطريقه. هلا ممكن، وهلأ لما نبدل الخيط لو كنتوا حابين تبدلوه زي ما شفتوا كيف انهينا بهذه المنطقة، بننهي برضو بهذا الشكل وبنيجي على الغرزة اللي عليها الدور بنفوت وبنسحب اي لون مخالف سواء لون ابيض او اي لون مخالف وبنكمل شغل فيه عادي. بنعمل عقدة البداية، بنسحب الخيط بنرتفع عليه سلاسل وبنكمل بهذا الشكل، وبنرتفع بنعمل وحدات مختلفة اللون. لكن انا البوكلة هذه حابة لونها يكون موحد، عشان هيك اشتغلتها باللون الزهر. هلا الخطوة الأخيرة، هلا بعدين بهاي الخطوة رح نمسك الخيط تبعنا علشان نخفيه رح ناخد هذا الخيط ونرجع للخلف بين الخيوط بهذه الطريقة، بعدين رح أرجع بهذا الشكل بين خيطان اي وحدة او البكلة للداخل. بس ما بفضلش تشتغلوها على البكلة لان البكلة اثناء ما بنمطها راح يبين الخيط، فالافضل انه يشتغلها على الوحدات هذه. بعد الزيادة من الخيط راح نقصها وهيك قدرنا نخفي الخيط تبعنا. هلا هيك الوحدات تبعتي بتكون جاهزه، شوفوا قديش منظرها حلو. هلا زي ما حكينا فينا نزود عدد السلاسل عشان نحصل على الطول اللي احنا بدنا اياه لو كنا بدنا نطول اكثر من هيك، وممكن كمان نقص لو حبينا الوحده تبعتنا تكون قصيره. اما هلا انا كنت مجهزه مسبقا الورده اللي احنا شايفينها، راح اسيب لكم الفيديو تبعها بلينك فوق اعلى الفيديو بتقدروا تشوفوه بطريقة كتير سهلة وخطواتها بسيطة. رح امسك الوردة تبعتي واحطها بهاي المنطقة بهذا المكان،
بهذا الشكل. رح اقلب الشغل تبعي بعدين هلا من داخل الوردة حوالين المغيطة رح اخدها بشكل دائري. رح اكمل بشكل دائري من داخل الوردة حوالين المغيطة بهذه الطريقة. بعدين راح امكن الخيط تبعي في النهايه. هلا وبعد ما مكنت كويس بفوت بالخيط تبعي من الاسفل، بعدين بسحب من المنطقه الثانيه بقص الزياده من الخيط. هلا وبهيك الوحده تبعتنا بتكون جاهزه. شوفوا قديشها حلوه وظريفه. هيك البكله تبعتنا بتكون جاهزه، وهذه بوكل اشتغلتها بالهيكة بألوان مختلفة وأطوال مختلفة، فيكم تختاروا الطول اللي بدكم إياه. وهذه اشتغلتها للمدارس بالوردة البيضة وكانت عبارة عن وحدتين، بنشتغلهم طقم زي بعض. أتمنى الطريقة تكون عجبتكم واستفدتوا منها. اللي حبت الفيديو لقت إنه الخطوات سهلة وبسيطة، ما تنساش تشترك في القناة مشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة وتعملنا لايك، وأهم شي تسيبولي تعليق أسفل الفيديو عن رأيكم بالفيديو، وكتير بحبكم أحلى متابعين.